ننتقل إلى أختنا استغلال للحديث عن دور الإعلام للوقاية وأول إنكار المخدرة. تفضلي. لم يصبح الدور الإعلامي في ورش عمل، لم يصبح الدور الإعلامي الآن انتشر كذا، عندنا أكثر من 12 صحيفة، أين الدور الإعلامي في المخدرات؟ إحنا لا نبخس حقهم، ولكن لم يكن هناك دور فاعل، هناك شباب، هناك انتشار للمخدرات، أصبح المخدرات في الآونة الأخيرة، أيضاً مو بالآونة الأخيرة، بس الأرقام زادت، أصبح بين الفتيات. وهناك عدد من الفتيات يتوفون وأهلهم ما يسولهم عدد. ليش؟ لأن البنات من المخدرات في حياة المجتمع إلى الآن لم يغطي هذه، يعني لم يجرؤ على يناقش هذه القضية للأسف. ورجال الداخلية وحدهم يعني ما يقدرون أنهم يسيطرون على هذه القضية ويقولون خلاص مثلا نقدر نسيطر على القضية. هذه قضية أيضا إعلامية تربوية، أصبحت هناك منافسة، يعني أن الناس يصطادون الشباب، أي شباب نرجع على الابتدائي المتوسط، الحين أصبحت الاستهداف إلى هذه الأعمار. ليش؟ لأن أنت تشوف اللي عمره 7 سنوات 8 سنوات مع الآيفون، وهناك الرسائل وقد تستخدم بأغراض غير سليمة، وهذه إشكالية. ورب الأسرة يكرم ابنه بحيث أن يشتري له آيفون بس يبي يسكر حالجواله، ما يصير كذي. المجتمع في خطر كبير إذا إحنا بنناقش القضية فعلياً. الأستاذ فيصل يقول إحنا في تاريخ كذا أسسنا، إحنا عندنا تميز. تميز وين يا أستاذ فيصل؟ إحنا عندنا التربية، التربية عندكم ومسؤوليتكم، طبعاً مو مسؤوليتك أنت شخصياً، ولكن أيضاً نحن مسؤوليتنا كإعلام. إحنا كصحفيين لما نكتب الخبر نركز على شيء واحد فقط، الفنانة الفلانية انصادت مدري كذا، بنت فلان الفلاني، الكل يبي يعرف منو بنت فلان. طب تعالوا نناقش القضية، شنو الأسباب؟ كل ما نقول صادة ومخدرات، عمرنا كذا بخبر صحفي مسكنا تاجر المخدرات؟ للأمانة يعني هذا السؤال موجه للكل، في أحد قال إن فلان الفلاني هو تاجر المخدرات؟ ما نجيب اسمه. ليش؟ إذا إحنا نسوي فعلا ندوة ومؤتمر وحوار عقلان في هذا الوقت، ودكتور بدر يسمح لي بالوقت، لازم نسوي شيء عمل فعلي، مو مجرد ورقة. أنا مسوية ورقة 6 صفحات مسوية قلنا الشباب والوازع الديني وهذا، بس لما أقرأ الورقة يعني أشعر في حياة. ليش؟ لأن إحنا لم نناقش القضية فعليا، لم نجر. رب الأسرة ما أصبح مو هو السلطة الوحيدة، يعني الأبو يعني الله يعينه يعني مو هو المسيطر الوحيد، والأم عاملة والأب عامل، والتواصل الاجتماعي هو الذي يحكمنا الآن. الحين أصبح الخبر في الأبنيوز واحد قتل، خلاص العالم كله على هذه القضية. في قضايا مهمة، الولد لما يدمن في المخدرات خلاص منبوذ مكروه، يقول حق عيالنا خلاص لا تناشونه هذا. طيب زين، هذا الولد من يعالجه؟ نتركه في الشوارع؟ لا، ما عندنا مركز صحي متخصص لهذه الشباب. البنات حياة، منو وين تروح بنت تعالج؟ ما يقدرون أهلهم، يحبسونهم خلاص أو يطردونهم. يعني في خطر، في خطر حقيقي. والنسبة ما أدري، أنا أسألك أستاذ، نسبة المخدرات الآن المدمنين في المخدرات في الكويت كم أستاذ سمدان؟ يعني أسألك هذا وجه لك، يعني فهذه ظاهر أنها نسبة كبيرة اللي إحنا ما نعترف فيها، أو أن الاستبيانات لم تكن سليمة وحقيقة في كشف العملية. وإحنا للأسف نعجز كمراكز دراسات، وهذه أيضا كمراكز دراسات، ما عندنا مراكز دراسات حقيقية تعمل مسح على المنطقة ومعرفة كم الأعداد. لأن إلى الآن أعيد وأقول عندنا إحراج. الأم لا حد يتكلم عن بنتي، الأب لا حد يتكلم عن ولدي. طيب راحت البنت وراح الولد. أسمع بعض الأحيان أن في أسر تبعث أبنائها إلى السعودية أو دول مجاورة في مراكز الإدمان خشية، في بعض الأسر يودونهم مصر، في بعض الأسر. ليش؟ لأن في حياة في المجتمع. دور الإعلام، أرد على دوري أنا كإعلام، إحنا كصحفيين البعض منا، البعض مرتزقة. أنا أبي أشهر ضابط الفلاني صادوا كمية فلانية، وتشوف صورته في الصحف. وأنا والله أدري وزارة الداخلية، أن وزير الداخلية أن وزير الداخلية يوقف عملية التصوير. يعني أنا صراحة قمت أعرف الضباط أكثر من المجرمين المخدرات، فأصبح يعني في خلل عندنا. بس تبرز الضابط الفلاني عزيز علي ولا مشاني معاملة حطيتها ضبط كمية مخدرات. تعرف فكرة دكتور مدري، هذا هو دور الإعلام اللي نتكلم عنه بصراحة وبواقعية. نفتح الصحف 7، يعني حتى رئيس التحرير صراحة ابتلش،
شو يسوي؟ يحرق سبع صحف سبع صفحات بس علشان مدح الداخلية، وصفحتين أو صفحة واحدة قبض على فلان الفلاني شيء ما أدري شنو، قبض على فلان الفنان الفلاني. طيب وين الحل؟ الإعلام ليس كخبر فقط، ولكن أنا أوجه السمدان إنه يكون عندنا ورش عمل، ورش متخصصة، ورش عملية لمتابعة هذا الموضوع. عملية الشباب، وإحنا نتاجر بس كلمة الشباب، وإحنا مهتمين بالشباب والخطاب السياسي، الشباب وين الشباب؟ وين الشباب؟ ما في شباب. الشباب في قوانين الخدمة المدنية، نرجع أيضا لقوانين الخدمة المدنية في سنة 79 قرر قانون الخدمة المدنية، اللي عنده رابع ثانوي يتوظف، المتزوج يتوظف، لكن اللي ما عنده رابع ثانوي ومو متزوج لا ما يتوظف. طيب أنت عندك قانون خلل، صلح القانون. من 79 قاعدين ديوان الخدمة المدنية شو يسوي؟ إلى الآن ما جدد ولا سوى أي قانون جديد. طيب هذول الشباب إذا ما حصل فرصة إنه يتعلم، ما حصل شيء معين إنه يعني ما قدر يكمل دراسته، اللي ضرب نظرة الولد ذكاء شوية بطيء ما قدر يكمل، وين يروح؟ يروح حق أصدقاء السوء. طيب تعال وين توديهم؟ توديهم المجمعات. الحين شبابنا وين يروحون؟ ما عندهم من المجمعات يتمشون. وهذه الحادثة اللي صارت ما نقعد نلوم نقول وين أهله وين كذا، وينكم أنتم كدولة إذا تتكلمون كشاب سواء كويتي أو غير كويتي، وينكم عن هذه القضية؟ إذا القضية لا زالت فيها يعني فيها خلل. أنا عفوا اسمحك دكتور أنهي كلامي في الأخير. أنا أتمنى دور وسائل الإعلام لا يقتصر على قتلة وسارق وهذا، لا نقعد وبسنا مجاملات لأصحاب ما يخالفون بالداخلية، يبون ترقيات ما عندنا مشكلة، نحط له الباب الفلاني يترفع صلى يوفقهم بعد عيالنا. بس شنو الإشكالية يا جماعة؟ حلوا القضية، حلوها، ناقشوا القضية. إحنا قاعدين ناخذها بس فقط جنائي ولا نضع حلول للقضية، فهذه إشكالية. ويعطيكم ألف عافية وأسعد بمعرفتكم.